يعطيكم العافية جميعا. اليوم بناء على طلبكم ريفيو تبع الشوت كام جنريشن 4، أول ريفيو بلبنان بينعمل عنا، بدنا نشوف شو فيها مميزات، نتعلم عليها نحن وياكم، نشوف شو الفرق بينها وبين الموديل اللي قبلها، ونشوف شو فعاليتها. طبعا رح نكون عم نستعمل خرطوشة جاست فاير كاليبر 20 وكاليبر 12 لنشوف شو بده يصير معنا فطل. أول شغلة بتجي بهيدا الشكل بهيدي العلبة. هلا بنفرجيكم شو في بقلبت الشنطة. هيدي هي الكام، شوفوا فيها ضخامة، يعني بينها وبين القبلة هي نفس القياس بس بتحسوا فيها ضخامة أكثر. كاميرا من قدام غير، هيدي الكاميرا بتصور 4K 60 FPS، توصل لل 8X زوم، سلو موشن فيها رهيب. هلا رح نشوف نحن وياكم. بيجي معها الكيبل تبعها تايب سي تشرج، بيجي معها قطع غيار الجلدة، الكفر تبع الكاميرا، الادابتر تبعها اللي بحلو بشد الكاميرا على طول. بيجي معها كمان الشقفة مسحوا الكاميرا إذا عسلوا، والكتالوج كل شيء موجود بقلبه بفسروا لكم عليه. كل لون على الكاميرا اللي بيضوي لشو بيعتاز، شيء هي وعم بتشرج، شيء وقت بتكون ريدي للتصوير، وقت بتكون على الستاند باي، وقت بتكون عم بتصور على سحبه طويله، يعني بلا ما توقف فيها ستاند باي مود، سليب مود. هلا رح نشوف نحن وياكم على الابلكيشن كيف بيستعملوها وكل التفاصيل عنها. هلا بصير في تجارب كثير حول العالم على كل امور، كان على الكاميرا، كان على الخرطوش، كان على البريد، بس على طول مع جاست فاير بتكون تجربة غير، بتكون لها نكهة غريبة. ما بعرف، انتوا قولوا لي بالكومنتس على شو بدك نبلش نحط الشوت كام؟ على 12 على 20؟ يلا جيبوا هذا المسدس بنرخوه، لكن كنا عم نجرب نحطها على 20 ما بتزبط، بدل الماونت تبع ال 20، بدل القطعة تبع ال 20. هلا رح نحطها على ال 12. شو رايكم نحط الشوت كام على الاكسي؟ بكرة وقت الفرة. رح بنركبها على ال 12. يعني طلعت انا كنت مفكرها انه بتركب على ال 20 28 الكاليبر 12، بس طلعت كل ماونت بتركب على شيء. يعني اذا انتم بدكم تركبوه على ال 20 او على ال 28 او على 12 ميلي، بتجيبوا لها القطعه هذه اللي فوق بس معها، يا يعني بتشتروها لحالها. شايفين لنا كيف صارت الباروده؟ انا برايي بطلت باروده، صارت مدفع شرعي. وهلا بتحطي فيها جاست فاير، يعني يعطيك العافيه شو راح يصير. لا 12 اليوم 12. بقى اللي كنا عم نقوله انه جاست فاير وشوت كام جنريشن 4 وهالكومبينيشن كلها سوا، خلص صار شيء لا مثيل له. تفضلي معنا، تعال نحشي المكنه ونجهزها وبعدين بس نحشي جاهز كل شيء ونفرجيهم على الابلكيشن كيف يستعملوا. هلا عم نحضر المكنه. نحن هلا صرنا ريدي. الشيء اللي تعملوا كونكت على الابلكيشن بدكم تكبسوا على كبسه الكاميرا 3 ثواني، بس تعطيكم هذا الضوء الاصفر، ضوين، ضوء اصفر وضوء احمر، يعني صار فيكم تعملوا كونكت على الكاميرا. هلا رح نفرجيكم من التليفون فيديو ريكوردر عن كيفيه استعمال الكاميرا. تعملوا اول شيء كونكت على الشوت كام، على الابلكيشن كونكتنج ديفايس، اوكي شوتينج سيتنجز. عندنا بالشوتينج سيتنجز بتحددوا بالتارجت اي تارجت بدكم، كلايز، صحون، فلاينج بيردز، جراوند جيم او بيبر تارجتس. نحن هلا رح نقوي الصحون، رح نستعمل الكلايز. اوكي هون في عندكم بالشوتينج ديفايس اي باروده انتم عم تستعملوا، شوت جان اوفر اند اندر، شوت جان سيمي اوتو، شوت جان بامب، بو كروس بو، رايفل سيمي اوتو، رايفل بولت سنجل، هاند جان، يعني فيكم حتى تحطوها على فرد.
فتشوفوا قد ايه بطلة. نحن هلا رح نكون عم نستعمل شوت جن سيمي اوتو، رح نحط في عندكم اربع كروس هيرز: الجن بارل، الريد كروس هير، بلاك كروس هير، والريد دوت. نحن هلا رح نكون عم نستعمل الريد دوت. ويك اب سنسيتيفيتي بنتركها على النورمال، والريكول كمان بنتركها على النورمال. اوكي، هون عم بيسالوني did you switch your gun type؟ كانسل. اوكي، فينا مثلا تعملوا تيست ريكوردينج اذا بدكم تشوفوها على اللايف لايف كاميرا، بس اكيد رح تكون مغبشه ما رح تكون واضحه. بس تكونوا عم بتصوروا بلا تيست ريكوردينج اكيد رح تكون اوضح بكثير. عم تحكوا انتوا 4K 60 FPS، يعني ريزولوشن ولا اروع. فيها الواتش فيديوز، الفيديوهات اللي انا مصورهم من قبل بعمل لهم داونلود من هون بينزلوا عندي على الجاليري. وفي عندكم الكاليبريت ديفايس، هون بيطلبوا منكم از يور جن امتي، اكيد بدكم تتحققوا انه ما في ضرب ببيت النار احسن ما تعوروا حالكم. وهون بصفر الكاميرا، يعني انا حسبه عم بقوس قدام التارجت ما عم بشوف وين عم بيجي هدفي مزبوط، برجع بعمل لها كاليبريت كرمال يجي يعني تصور الكاميرا مطرح ما انا عم بقوس بالظبط. وفي عندكم كمان الكتالوج، الورقة كمان بيساعدكم على كل شيء، يعني اذا بدكم انتم تخلوها على السليب مود تضربوها كفان للبارودة بتصير الكاميرا تصور لحالها. وبتشوفوا معنا هون بالادفانسد سيتينجز في عندكم الفيديو فورمات، انتم بتنقوا اي ريزولوشن بدكم تنقوا. في عندكم 4K 60 FPS، في عندكم 2.7K 120 FPS، والتفاصيل كلها البقوي. في عندكم 8X زوم، هيدي رعب. هلا رح نكون عم نستعمل تبع الكلاي، هن بيعطونا الريكومندد طالبين منا 2.7K 120 FPS 3X زوم. اوكي، هون بتعملوا له سيلكت، صرنا ريدي تو جو. هون بالانديكيتر لايتس بتشوفوا كل شيء تفاصيل عن كل ضوء بضوي بالكاميرا وعن كيفية كيف بدكم تستعملوها. كبسة وحدة بتطفوا الكاميرا وكبسة وحدة بتدوروها. هلا هي على السليب بوزيشن الكاميرا، يعني كل 30 ثانية بتصور كليب وبتطفي لحالها، بس بدي ارجع ادورها لتصور لي كليب ثاني نزل بارودة هيك وبقيم وبقوس بتكون هي عم بتصور جاهزة. في عنا المود الثانية يلي هي تكبسوا كبستان على الكاميرا ورا بعضهم. هلا هي عم بتصور، وقتها بتكون الكاميرا على الستيلث مود، يعني بتضل دايره الكاميرا كل الوقت عم بتصور كل شيء، بتصور لكم ساعتين متواصلين. وقتها بتكون على السليب مود بتصور لكم بحدود 16 ساعة، يعني كل 30 ثانية بتطفي الكاميرا بس بدكم تعملوا هالحركة اللي فرجيتكم عليها، أو بتهزوا البارودة دغري بتبلش تصور لحالها، بتضينكم 16 ساعة. هلا رح نروح نفذ اللي فسرنا لكم إياه على الصحون ونشوف هالشوت كام شو فعاليتها وشو رح تعطينا نتيجه. هلا نحن صرنا ريدي، بدنا نولع لكم اياها هلا ونشوف شو النتيجه رح تطلع لنا. يلا رح نكون عم نستعمل خرطوشه جاست فاير 28 جرام نمره 9 12 تخين. خرطوشه التيرو قربت كثير، حضروا لي حالكم حيكون في زلزال. هلا نحن رح نكون عم نستعمل ستيلث مود. ريدي؟ بس بدك انا ردي اعطيها. Again. وطلع الكاميرا بدها شوية كاليبريت. هلا بالفيديوهات الجايه رح نكون عملنا لها كاليبريت للكاميرا وعلى الميله رح تصير، يعني لان عم بقوس انا قدام الصحن عم ببين عندي تحته بشوي. هون انتم عاطينكم الاوبشن كرمال تعملوا كاليبريت وتضبطوا الكاميرا مثل ما انتم بدكم، كيف انتم بترتاحوا بكون كل شيء على القلصنة. عصفور قاطع.
لازم اوصل عصفور مع انه حرام يركب بالطريق هاي. تعي معي تعي معي. هذا بس كرمال الشط كم طلع دوري مصري ايزي منه شيء هلا عم ببيض. لا لا تمام بس كرمالكم كرمال نفرجيكم فور ريفيو. سبحانك يا الله كيف بيصيروا يركبوا مع بعضهم. تفضلي اكوان اكوان. شيء رهيب عن جد كيف بيصيروا يركبوا الافكار والامور مع بعض. اجى العصفور غطي قدامنا يعني هو قال لي طه او وصلنا تتفرجيهم بس تنرجع للصحنان كنا عم نحكيكم عنه. بس مدهن هذا الدور المصري مش هي ردي طا 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 طا. بدي خبرك خبرية. القصص اللي عم تشوفها عنا على الصفحة من جاست فاير من صفحتنا هيدي ما بتشوفها ولا مطرح. يعني إذا أنت ما دعمت هيدي الصفحة ما رح تشوفهم وين مكان، ما رح تشوفهم أي مطرح. عم بحكيك أنا بلبنان. ما اللي بدي إياه منكم يا شباب جميعا، شباب وصبايا أجمعين، بدي منكم سبسكرايب فولو ولايك وشير لهيدي الصفحة لنولع الأجواء وفعلوا الجرس وكل شيء بيخطر على بالكم نحن جاهزين له. اي شيء طيروا علو بالفضاء. جاست فاير وين انطب وعطول انطب والريفيل قرب كتير تبع خرطوشة الطيرو. كونوا متراقبين. باي باي بنشوفكم بالحلقة الجاية.